انت كده مروقه يا بسبس. ده انت مهببه يا بسبس. وبعدين ايه الورق البونبوني ده؟ بونبوني ايه بالقهوه كمان؟ انت بتستعبطي تاكلي بونبوني بالقهوه؟ ده لذيذ. اللي انت عامله ده يا بسبس، رمي الموز في الارض والاكل في الارض وورق وحاجات، ايه ده كله؟ ايه ده كله يا بسبس؟ انت اللي سبتني لوحدي، حتى علقوا تسيبوني لوحدي. انت كنت نايمه، قلنا نروح نشتري حاجات ونيجي على طول. ما انتوا عارفين ان انا بصحى بدري بالليل. هو بالليل بقى بدري؟ اول مره اعرف. ماشي يا بسبس، بعد كده لو عملت الحركات دي تاني هعاقبك عقاب شديد. ينفع كده؟ ينفع كده المنظر ده؟ ازاي يعني؟ دول عنا في الجبال وموز وبرجر وبيتزا واسمها ايه دي؟ كب كيك، ودول هحطهم في التلاجة تاني ولا اكلهم على بق واحد وخلاص؟ ما ينفعش اي حاجة تقع على الارض ناكلها يا بسبس. هو اي حاجة كده وخلاص؟ والانتريه ده زي ما انت نعكشتيكي بعد ليه؟ ليه يعني؟ كده اللي بيعمل حاجة غلط لازم يصلحها. طب انا اخش انام بقى. خش تنامي، ده انا هكسرك. فين الخرزانة يا عبدو؟ اديني الخرزانة. انا داخلة انام، انا داخلة انام. بتغزيني يعني؟ طيب عبدو. ايوه حلوه. بص بقى، البنت دي مش هتخرج من البيت ابدا، وطول ما البيت متبهدل كده هي هتفضل قاعده في البيت تروقه. ده عقاب. لو البيت اتروق وبقى تمام التمام هتخرج. البيت ما تروقش يبقى مفيش خروج. اخرج الصبح بدري وانت نايمه، اقعد العب في الجنينه واشتري حاجه حلوه وعيش واجيب وانزل العب مع اصحابي بقى. طيب هنشوف المقاوحه دي بس. هاكل نفسي. هنشوف هنشوف. حاضر، انا بقى هوريك يا بسبس العقاب. بص يا بنت، بص يا بنت، ده انت كرش جدلدل، كل ده اكل بكره. بلاش اكل. يا نهار ابيض. وبعدين بتحسدني على الاغنيه دي، اغنيه محمد رمضان بيغنيها في التلفزيون وما بتحسدوش. حسدتني انا عشان صوتي حلو. لا حسدتك عشان الكرش يا ام كرش. اللي ملوش كرش ما يسواش ايه؟ ايوه، وانت بكرش والحمد لله. وتوته توته، وخلصت الحدوته. لو عجبتكم الحدوته يا ولاد اعملوا لايك كتير، وما تنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.